بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية. مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا تمرين ثلاثة من تمارين درس الاشتقاق. عندنا في التمرين احسب الدالة اف بريم لإكس مشتقة الدالة اف على المجال اي. إذا عندنا حالتين، الحالة الأولى اي يساوي 1 زائد ما لا نهاية، والحالة الثانية اي يساوي ار إطوال بلس. إذا نبدأ بالحالة الأولى. أولا لدينا f لx تساوي جذر x ناقص 1 على x، والمجال e يساوي 1 زائد ما لا نهاية. إذا أول شيء قبل أن نبدأ في حساب المشتقة خصنا نبينو أن f قابلة للاشتقاق. إذا إلا لاحظنا هنايا جذر إكس ناقص 1 راه قابل للإشتقاق على هذا المجال، إكس راه قابلة للإشتقاق على إر وبالتالي قابل للإشتقاق على هذا المجال، إذا إف غتكون قابل للإشتقاق على 1 بلس لانفيني كخارج دالتين قابلتين للإشتقاق على المجال 1 زائد ما لا نهاية. إذا لدينا نيشان إف دالة قابلة للإشتقاق على المجال المفتوح 1 زائد ما لا نهاية. ولدينا f بريم لإكس تساوي جذر إكس ناقص 1 على إكس بريم. إذا f بريم لإكس تساوي اشتقاق ديال البسط جذر إكس ناقص 1 بريم في المقام ناقص البسط جذر إكس ناقص 1 في اشتقاق ديال المقام إكس بريم على المقام أس إثنان. إذن تساوي f بريم لx تساوي اشتقاق ديال جذر x ناقص 1، اشتقاق ديال هذا الشيء اللي وسط الجذر غيعطينا 1، اشتقاق ديال x 1 اشتقاق ديال 1 صفر على 2 جذر x ناقص 1 في x ناقص جذر x ناقص 1 اشتقاق ديال إكس هو 1، يعني في 1 جذر إكس ناقص 1 في 1 هي جذر إكس ناقص 1 على إكس أس 2. إذا إف بريم لإكس تساوي هنا غنوحدو المقام 1 في إكس هي إكس ناقص 2 جذر إكس ناقص 1 في جذر إكس ناقص 1 يعني 2 جذر إكس ناقص 1 أس 2 على 2 جذر إكس ناقص 1 على إكس أس 2. إذا تساوي إذا هنايا وحدنا المقام لهذا الشيء، ها أش غيعطينا؟ إذا إف بريم لإكس غتساوي إكس ناقص 2 جذر إكس ناقص 1 أس 2 هي إكس ناقص 1 الكل على جوج إكس أس 2 جذر إكس ناقص 1. أ على ب على سي هي أ على ب في سي. إذن إف بريم لإكس تساوي إكس ناقص 2 إكس ناقص 2 في ناقص 1 هي زائد 2 على 2 إكس أس 2 جذر إكس ناقص 1. إذن تساوي إذن إف بريم لإكس تساوي إكس ناقص 2 إكس هي ناقص إكس زائد 2 على 2 إكس أس 2 جذر إكس ناقص 1.
هادشي لكل اكس من المجال واحد زائد ما لا نهايه. إذن هذا هو اشتقاق اف على المجال واحد زائد ما لا نهايه. نمر الى الحاله التاليه ثانيا. لدينا اف لإكس تساوي جدر إكس ناقص واحد على جدر إكس زائد واحد. المجال إي يساوي ار إطوال بلس ار إطوال بلس، يعني المجال المفتوح صفر بلس بلس لانفيني. إذن دائما قبل ما نبداو نحسبو اف بريم غنشوفو أن إف أو غنبينو أن إف قابلة للإشتقاق على هاد المجال. هنايا جدر إكس ناقص واحد قابل للإشتقاق على إر إطوال بلس، جدر إكس زائد واحد قابل للإشتقاق على إر إطوال بلس، إذا إف قابل للإشتقاق على إر إطوال بلس كخارج دالتين قابلتين للإشتقاق على هذا المجال. إذا النشان لدينا إف دالة قابلة للإشتقاق على ار اطوال بلس، ولدينا اف بريم لاكس تساوي جدر اكس ناقص واحد على جدر اكس زائد واحد، دائما لكل اكس من ار اطوال بلس. اذا اف بريم لاكس هادشي بريم، اذا اف بريم لاكس تساوي اشتقاق ديال البسط جدر اكس ناقص واحد بريم في المقام، يعني في جدر اكس زائد واحد، ناقص جدر اكس ناقص واحد في الاشتقاق ديال المقام، يعني جدر اكس زائد واحد بريم الكل على جدر اكس زائد واحد الكل استثناء، أن تساوي إف بريم لإكس تساوي اشتقاق ديال جدر إكس ناقص واحد اشتقاق ديال جدر إكس واحد على جوج جدر إكس، اشتقاق ديال واحد صفر في جدر إكس زائد واحد، واحد في جدر إكس زائد واحد هي نيت جدر إكس، جدر إكس زائد واحد ناقص جدر اكس ناقص واحد في الاشتقاق ديال جدر اكس زائد واحد، اشتقاق ديال جدر اكس زائد واحد هي واحد على جوج جدر اكس والاشتقاق ديال واحد صفر، فهاد العدد يعني غتعطيني جدر اكس ناقص واحد على جوج جدر اكس الكل على جدر اكس زائد واحد اس اثنان. اذا اف بريم لاكس تساوي بريم لإكس تساوي، هنا عندنا نفس المقام نحتفظ بنفس المقام ونجمع أو نطرح البسط، إذا جدر إكس زائد واحد ناقص جدر إكس ناقص ناقص زائد على اثنان جدر إكس الكل على جدر إكس زائد واحد أس اثنان. إذا جدر إكس ناقص جدر إكس صفر، واحد زائد واحد جوج، إذا إف بريم لإكس تساوي جوج على جوج جدر إكس الكل على جدر إكس زائد واحد أس اثنان، غيمشي واحد جوج مع واحد جوج، غتبقى إف بريم لإكس تساوي واحد واحد على جدر إكس على جدر إكس زائد واحد أس اثنان، هي واحد على جدر إكس عامل لجدر إكس زائد واحد أس اثنان. أ على بي على سي دائما هي أ على بي في سي، لكل إكس من إر إطوال بلس لكل إكس من إر إطوال بلس، إذا هذا هو اشتقاق إف على المجال إر إطوال بلس. موعدنا تمارين أخرى إن شاء الله وبحوله.